بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معايا محبي ومتابعي قناة بيبو لتعليم الخياطة والتفصيل. للسهل الممتنع، يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة نعمل مع بعض ازاي نقدر نعمل الكارديجان ده او الاوبن ده او التونيك ده، حسب ما كل واحد اسمه يعني. ده او البليرو ده هنعمله بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. ده شكله عبارة عن ايه يا جماعة؟ الخامة المستخدمة صوف ليكرا او صوف تريكو. في صوف تريكو نازل طبعا السيزون دون، نازل اللي هو شبيه للتريكو، اللي هو اللي تحسيه بيبقى جاي كأنه معمول كأنه مشغول يعني يدوي. ده نازل قماش اسمه صوف تريكو، ليه اشكال طبعا، مضلع ومقلم وليه شكل ضفيرة كده حسب ما هتلاقيه. طبعا بالمتر برضو عادي. ده هياخد قد ايه؟ بناخد الطول بتاعنا مرتين، هناخد الطول مرتين، يعني مثلا ده ياخد حوالي 2 متر، 2.5 لو انت عايزة اطول، يعني بيبقى اطول تحت الركبة بشوية. تمام. بس ده الخامات المستخدمة وكميتها قد ايه. هنشوف ازاي نقدر نعمله بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. شفتوا زي ما انتوا شايفين كده، لو احنا قرينا الموديل عادي حاجة، هو اخد شكل كيرف دوران ومن ورا برضو طبعا دوران، واخد شكل الدرابيه من الجناب وجاي من عند تقريبا من تحت الكوع بشوية في الاسورة اللي هي اللي على قد الايد، معصم الايد. خلاص شايفين شكل الدرابيه من الجناب ده، شكله جانبيا يا جماعة، اهو في خياطة اهو في الجنب، اهو شكل الدرابيه اللي انتوا شايفينه ده. ده برضو شكله اهو، وهي شكله اوضح شوية هو مفروض. طبعا ده يا جماعة ممكن بيتلبس على جيب، على بنطيل، على اي حاجة، على اندر دريس. هو موديل شكله حلو وراقي يعني ومحتشم للمحجبات برضو اهو. وينفع برضو يا جماعة للممتلئين برضو. اول حاجة يا جماعة هعملها، انا عندي كده الطول مرتين، تمام. هتقسمي طبعا، انا عايزة ايه؟ عايزة متر ومتر، عايزه كل متر لوحده، عايزه كل متر ايه لوحده. ادي مثلا ده كده الطول متر في عرض المتر ونص. خلاص بطبق اول واحد كده اللي هو المفروض مين الخلفي، مثلا خلفي على مقفول، خلفي الظهر عندي على مقفول، هخلي كده وهطبق برضو اللي هو برضو الطول متر اهو، تمام اهو. الامامي عندي على مفتوح، هخلي كده الامامي تحت مثلا والخلفي فوق. انا عندي طريقتين، اما يعني ممكن اقص الخلفي لوحده بعد كده وارسم عليه الامامي وبعد كده اقص الامامي، او ان انا اعملهم كده اسهل. هحط كده، يبقى انا عندي كده هنا طبقتين اهو، الامامي ده كل واحده منفصل لوحده، والمقفول اللي فوق ده مين؟ ده الخلفي. نساوي قماشنا كده. خلاص يا جماعه، طيب شوف انا هعمل ايه. ثبتي قماشك الاول اهو. طيب اول حاجة انا هعملها يا جماعة، هنا هتدخلي هنا من هنا عرض. اول حاجة هندخل نشوف واحدة واحدة كده عشان نعرف نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة يا جماعة باخدها من فوق، عندي عرض الكتف بتاعي مثلا، وليكن هنا انا عندي الكتف بتاعي مثلا 40، هاخد 20 من هنا من بره لهنا كده مثلا، هقول كده ايه ده عرض الكتف بتاعي، ادي 20. هنزل من 20 دي 2 سنتي. خلاص هاخد هنا المسافة بتاعتي 8 8 في 8 مثلا، لو انتي هنعرف بس الاول نحط الاساسيات، 8 في 8 و 8 في 2 للخلفي و 8 في 8 مثلا لو انا عايزاها كده. طيب هعمل ايه؟ انا عندي هنا الكارديجان بتاعي دول لغاية تحت الكوع، فانا هاخد الطول بتاعي من كده يا جماعة، باخد الطول بتاعي مفروض ان انا اخده من عند عظمة الكتف لحد ايه بعد الكوع بتاعي، بشوف الطول ده قد ايه وباخده من بعد مين؟ من بعد عظمة الكتف. يعني انا كده لو انا مثلا هاجي اوصل ده الكتف الاساسي بتاعي، صح؟ مش ده الكتف الاساسي بتاعك، تمام. طب بقيس من النقطة دي، من بعدها كده لحد ما ايه ده، لغاية كده بعد الكوع، يعني انا هقعد اقيس كده لغاية بعد الكوع بتاعك، تمام كده. تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بنزل هنا عندي الصوف، الصوف دوت صوف التريكو بيبقى فيه نسبة ليكرا شوية، او انت جايبة حاجة في صوف ليكرا
بتاخدي لو انتي كده، انا هاخد المقاس من هنا من عند تحت الكوع من هنا يا جماعة كده، باخد الدوران. انا خدت الطول لغاية بعد الكوع، برضو باخد الدوران اللي هو اللي انا وقفت عنده الطول، باخده مرتاح يعني، ما باخدوش جامد قوي. لو الخامة فيها لكرة تحت الكوع اهو، ادي الكوع مثلا اهو فوق اهو، ده تحت الكوع كده، باخد الدوران بتاعي. طيب الخامة فيها لكرة وكويسة هتاخديها عادية، لكن لو هي ما فيهاش بناخدها مرتاحة شوية اكتر. خلاص طيب، فباخد الدوران ده وبقسمه على الاتنين، باخد الدوران ده بقسمه على الكام، على الاتنين فوق بقى، وبنزل كده. ولو ليكن مثلا كده ده الدوران بتاعي، خلاص كده يا جماعة لغاية كده اوكي، ده كده دوران ايه اللي هو تحت الكوع، لسه المعصم بيتركب فيه كمان. هاجي هنا ده الطول بتاعي، ده ايه، ده الطول بتاعي. انا عندي هنا هدخل هنا قيمة 5 سنتي، من 5 لـ10 سنتي حسب الدخلة اللي انت عايز تدخليها. طبعا الحاجات دي اوفر سايز، بدخل كده وباجي من، انا عايزة اوصل النقطة دي بالنقطة دي بس بدوران. يعني ايه بدوران؟ يعني انا هاخد حتة كده من الجزء ده كده مستقيمة، بسيبها مستقيمة، وهاجي كده اقعد ادور الجزء ده. يعني انا هاخد كده، ده المفروض كده اهو اهو، طبعا ده بيبقى دورانات عشوائية بايدك يا جماعة، مش بمزورة، عشان بتبقى هنا ايه، دي عشوائية مش ليها مقاس ثابت. ليه؟ عشان اطوالها مختلفة. تمام، هاجي هنا طبعا دي لازم يا جماعة تبقى دي اخدة دوران كده، مش اخدة خط مستقيم. انا بالطريقة دي خدت كده، انا كده دورت الخلفي، انا كده عملت ايه، انا كده دورت الخلفي. خلاص هي كده هقص الكلام ده كده ونشوف هنعمل ايه. الاجزاء اللي انا هقصها دي انا ممكن اطلع منها المعصم بتاعي، الاجزاء اللي انا هقصها ممكن اطلع منها ايه، اطلع منها المعصم بتاعي. لو انت عندك الاطوال متفرقة او كده ممكن بتحتاجي اكتر شوية، او ناخدها من الطول زيادة. هاجي كده هقص بقى كده اهو، طبعا انا جاية هنا ايه الجزء ده كده عندي، شايفين انا مثلا خدت الجزء ده كده، خلاص انتوا كده معايا، خلاص اهو انا كده بقص، هقص ايه ده كده الطبقة اللي فوق اللي هي الخلفية، انا كده بقص الطبقة اللي فوق اللي هي الايه الخلفية عشان ما نتلخبطش. يبقى انا كده بقص الطبقة الخلفية، لكن هاجي من هنا كده هقصهم عادي مع بعض مفيش مشكلة اهو، بس هقص الحردة كمان الخلفية. خلاص يبقى انا كده قصيت الدوران بتاع مين، بتاع الخلف. يبقى انا عندي اللي فوق ده ايه، ده خلف وده امام، هنكتب كده اهو خلف، واللي تحت ده ايه، امام. تمام طيب، احنا جاي الخلف من ورا ايه، نظبط كده بس قماشنا، جاي الخلف جاي من ورا ايه، جاي مدور، ده الخلف بتاع اللي نص لورا. طب الامامي جاي عامل ازاي، جاي من القدام، جاي كده مدور، هنشوف اهو اهي يا جماعة، جاي من هنا، جاي من اول الرقبة هنا، جاي كده نازل بدوران اهو لغاية الجنب. يعني معنى كده ايه، معنى كده ان الجناب متساوية، الجناب في الخلف والامامي متقابلين مع بعض. اوكي تمام، خلاص كده تمام. يبقى انا عايزة، انا دلوقتي بفسر الموديل واحدة واحدة، انا خدت بس الموضوع خطوة خطوة عشان ما يلخبطكوش. انا خدت كده، انا عندي الجناب واحدة، يبقى معنى كده لازم هقص برضو، هقص لو عن في موديلات ده بيبقى شكل وده بيبقى شكل، لكن لا الموديل ده انا قصيت دلوقتي الخلفي ايه مدور من الجناب، هقص بقى الامامي برضو زيه مدور من الايه، من الجناب، يعني بنفس هنا المستوى ده. خلاص كده ممكن تسيبيه كمان هنا كده مستطيل، هو كده كده هيبقى نفس المسافة، وهيجي كده هنا هنا ايه جاي مدور، هنشوف دلوقتي ازاي. يبقى انا هحدد كده، انا كده كده اطوالي واحدة. طيب انا عندي شكلين ممكن اقدر اعمل بيهم الموديل ده، يا اما هياخد كده لحد هنا، يا اما هياخده بنفس الشكل زي ما انتوا شايفينه كده في الصوره، اللي اخد الصوره اخد نفس الشكل. يبقى انا هقص، معنى كده ان انا هقص ايه، لازم تقرا الموديل صح يا جماعه، لازم نقرا الموديل صح. خلاص طيب انا ممكن اوسع، انا ممكن اعمل كده، هاجي كده مثلا واروح اخده كده دوران كده بس من الجنب، فده حسب رغبتي بقى، انا عايزاه لغايه متكرف كده، عايزاه متكرف تحت، عايزه اخده خط مستقيم، المهم ده حاجه ترجع لي انا. خلاص كده يا جماعه، يبقى انا ابسط حاجه ان انا اخدها كده اللي هي اخده كده اللي هي في شكل الصوره، ان انت بتاخدي كده اهو، ناخدها من فوق نفس الشكل بالظبط، بس انا بنزل على استقامه شويه، على استقامه شويه، والدوران ده انا باخده بس ايه كده من الجناب اهو، على ما فيش. خلاص كده اهو، يبقى انا خدت ده زي ده، عشان كده بس انا ما رضيتش الخبطكم في الاول، نرسم كل واحد
لوحده اهو، انا رسمت الخلفي وخدت هنا، اخدته عادي من فوق لتحت كده، وخدت الدوران ده. انت ممكن تكرفيه لجوه يعني، ممكن ده او ده. خلاص باجي اعمل كده، بترفعي كده، بترفعي كده اهو، حتى انا ممكن اشيل خالص اهو، بترفعي كده، ثبتي قماشك برضو دايما يا جماعة، ثبتي قماشك. هاجي كده من عند نقطة ال8 سنتي اللي هي دي، اللي هي النقطة دي، تمام. هاجي بقى هنا كده، اروح موصلة الجزء ده كده، الجزء ده كده، واخده كده بدوران، ادخل كده في النص، اجي للنص كده بدوران، واطلع بالدوران ده تاني كده اهو كده لتحت. او ان انا طبعا دي ماليش دعوه بيها، خلاص كده 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 الجناب خلاص استوت مع بعضها. خلاص يبقى انا كده خدت من اول هنا كده لغايه تحت، خلاص كده يا جماعه. بس طبعا قلنا برضو الحاجات دي عشوائيه بايدي، مش ملهاش ارقام منتظمه، يعني عكس الكروش والحاجات دي كنا بناخد بارقام اهو. زي ما انتوا شايفين كده، ده الجزء ده كده اهو، الدوران بتاعي مديني شكل الدوران الكيرف اهو. هنفك بقى الامامي اهو، نجيب الخلف بتاعنا اهو يا جماعه. طبعا بنحط الكتاف على بعضها وبيديكي الشكل زي ما انت شايفاه كده، الدرابيه ده بنفس المنظر. نحط اول حاجه الوش على وش هنخيط الكتاف. وقلت لكم ان انا ممكن اخد الحرد لجوه شويه زي الخلفي بالظبط يا جماعه، يعني عندك الطريقتين. لو انت حسيتي دي مش مدياكي الشكل اللي انت حباه، لو انت ممكن الموديل ده، لو انا عايزاه اوسع هاخد الكيرف اللي بره، عايزاه نازل على اضيق شويه والجزء اللي تحت اقل، هندخل على الكيرف اللي زي الكيرف بالظبط الخلفي. خلاص احط بقى كده وش على وش، وهبدا اخيط عندي الكتاف الاول، خلاص الناحيه دي والناحيه التانية، الكتفين، الكتف ده كده، وخيط ده كده، او خيطت الكتاف يا جماعة. هنيجي بقى نشوف خلاص اخر حاجة بقى عندي، المعصم بتاعي بيبقى قد الدوران ده اللي هو ده. طبعا في الداخل دوران اسورة، بناخد دوران اسورة طبعا، بنجيب القماشة بتاعتنا، دوران هنا ده تبقى القماشة بتاعتي قد ده، بس انا عندي هنا بيبقى دوران اسورة. يعني ايه دوران اسورة؟ يعني انا عندي الجزء ده الاسورة هنا اللي هي دي بتبقى اقل، فانا باخد الدوران بتاعها يا جماعة بقسمه على الاتنين، بجيبه من المقفول للمفتوح، وبروح موصلة النقطة اهي. لو مش بواضح يعني، عندي اهو القماش، هفترض ان ده كده الجزء ده اللي هو نهاية اللي تحت الكوع هو قد الحتة دي بالخياطات. طب انا عندي هنا الاسورة بتاعتي اللي هو نهاية المعصم بتاعي اهو، هاجي انا باخد الدوران الاسورة وبقسمه على الاتنين، ومن النقطة دي بروح موصلة الكم بتاعي اهو لفوق كده. فبيبقى عندي كده اهو، ده الشكل بتاع ايه، بتاع الكم النهائي بس. وتروحي قصه الجزء ده كده بس، فده بيركب طبعا كده اهو، بيبقى نازل على قد. فباجي انا احط ايه، احط وش على وش واخيط كده الكمين طبعا، وبترجعي تقفلي الجناب كلها مع بعضها اهي يا جماعة. بعد ما خيطنا كل الجناب بتاعتنا طبعا، بنيجي هنا عند الزوايا كده ونفتح الخياطات بتاعتنا تمام اهو. طبعا بتتني، بتعملي سرفلة بتتني كده على نص سنتي كده او سنتي بكتير قوي، خلاص عشان خاطر الدوران ده زي الكلوش بيبقى صعب شوية اهو. طبعا لما بتلبسيه وانتي لابساه كده يا جماعة، بيدوكي شكل الدرابي اللي انتوا شايفينه ده كده، اللي هو جاي قالب كده اهو. طبعا ده مع ايه، مع نعومة القماش بينزل كده من ناحيتين طبعا اهو، بيبقى كده مع الحركة بيبقى نازل هنا الدرابي. هو ده الدوران الوسع اللي احنا سايبينه، وما تنسيش ان هو كمان اوفر سايز، بيلبس الرفيعة والممتلئة عادي، وبيداري ديفوهات الجسم برضو. يا رب يكون الشرح عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك. والصفحة بتاعت الفيسبوك يا جماعة موجودة في الديسكريبشن تحت في صندوق الوصف. ويا رب اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وسهل وبسيط مع قناة بيبل، تعليم الخياطة والتفصيل للسهل الممتنع. واشوفكم على الف خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.